بغض النظر عن حالة التجمد أو الآيسينج اللي قاعدة تتكون على الزجاج الأمامي للطيارة، إلا أني ما خليت هالشي سبب أني أوقف تصوير الرحلة وأترك المنظر اللي تشوفونه. كانت رحلة خفيفة من بورتلاند إلى سياتل على طائرة الإكس كاب، أول مرة أطير فيها وكانت جديدة علي أنظمتها، فممكن تلاحظون في بعض اللقطات أني أحاول أفهم وأتعامل مع بعض الأمور بالطيارة. على كل حال أتمنى اللقطات تعجبكم وأشوفكم في باقي المقطع. هذا المقطع استكمال للمقطع السابق اللي تكلمنا فيه عن لوائح الاقتراب للمطارات بالاعتماد على العدادات. غطينا أمور مرة كثيرة واضطريت أوقف المقطع عشان ما يتجاوز 10 دقائق، وأيضا بسبب كثرة المعلومات. إذا ما تابعت المقطع السابق فما أنصحك أبدا أنك تكمل هذا المقطع إلى أن تشوفه أول، ويفضل أيضا أنك تتابع مقطع الهبوط الآلي اللي نزلته قبل فترة عشان تكتمل عندك الصورة. طبعا بتشوفون بهاللقطة مناورة تسمى الفورورد سليب، وهي انك تلف انف الطيارة بعيد عن الرياح وتلف الاجنحة بناحية الرياح. المناورة هذه هدفها انها توصل الطيارة لاقصى معدل نزول في حال انه الطيار احتاج انه يخسر ارتفاع بوقت مرة قصير. حبيت بس اوضح الشغلة هذه. اخر شيء وصلنا له في المقطع السابق هو انه الابروتش شارت هذا يحتاج DME او رادار، وهذه احدى المتطلبات عشان تقدر انك تستفيد من كل الناف ايد ومعرفة المسافات بين النقاط وما الى ذلك في اثناء اجرائك لهذا الهبوط. راح نستكمل باننا نتكلم عن الممرات اللي ما بين كل نقطة والنقطة الثانية. فعلى سبيل المثال عندنا في نابليون زي ما تكلمنا عنها في المقطع السابق عندنا رقم 3000 زي ما نشوف في المكان هذا. هذا معناته انه بعد عبورك لنابليون راح تنزل الى ارتفاع 3000 إلين توصل لكوفري النقطة المقابلة، ومن عند كوفري راح تنزل إلى الارتفاع اللي بعده اللي هو 2600 نفس ما تكلمنا. بعدها راح نشوف تحت ال 3301، هذا ببساطة معناته بعد عبورك نابليون راح تمشي باتجاه 301 على ارتفاع 3000 قدم إلين توصل للنقطة الجاية واللي تبعد عن نابليون بمسافة 23.8 مايلز. بنشوف في منتصف الممر مكتوب R-301، هذا ببساطة معناته إنه الممر اللي قاعد تسلكه من نابليون إلين كوفري يقع على الراديو 301 من المحطة اللي اسمها نابليون. نفس الشيء بالنسبة لمحطة كانزاس سيتي، راح تشوف ان الراديال على 066 معناته انت بالممر هذا او الخط المرسوم هذا اذا كنت عليه انت راح تكون قاعد تطير على راديال 066 من كانزاس سيتي. في كل من نابليون وكانزاس سيتي راح نشوف زي المربعات او البوكسات اللي هم هذولي زي ما تشوفون. كل بوكس راح يكتب لك اسم المحطة، في الحالة هذه فوق على اليسار كانزاس سيتي، تحت على اليسار تردد المحطة بالحالة هذه 113.25، وتحتها خط معناته انه فقط تستقبل صوت الفلايت سيرفيس ستيشن على التردد هذا، وبعدها المعرف الاسم القصير او المختصر للمحطة وهو MCI، وبعدها راح تشوف زي الخطوط شكلها غريب شوي، هذا هو المورس كود التابع للمحطة هذه. المورس كود يفيدك بانه لما تسمع له تعرف انه الطيارة تعرفت على هذه المحطة. هذا بالنسبة للبوكسز حقت الناف ايدز. في الاماكن العشوائية بنلاحظ رموز غريبة وجنبها ارتفاعات، هذه معناها في عوائق وهذه ارتفاعاتها، والعوائق ممكن تكون أعمدة كهرباء أو أبراج أو أيا يكن أو مباني وما إلى ذلك، فتفيدك بأنك تعرف أماكن العوائق هذه فتتجنبها. بعدها تحت على اليمين راح تلاحظ أنه في شيء اسمه MSA. MSA هو المينيموم سيف ألتيتيود، وهذا يفيدك بأنك في حال اضطريت أنك تتجاوز الأنظمة وتتجاوز القوانين المصاحبة لهذا الإجراء بغرض الطوارئ، فأقل ارتفاع راح تطير عليه هو 3100 قدم عشان تضمن أنك ما تتعرض لأي من العوائق اللي تكلمنا عنها في الإجراء هذا. فيقول لك الـ MSA هذا في خلال تواجدك على مسافة 25 مايل من ANX اللي هو نابليون لا تنزل عن 3100 قدم. والمعلومات اللي تكلمنا عنها في البوكسات لكانزاس سيتي ونابليون هي نفسها تقريبا بالنسبة للفيكسز هذه اللي موجودة فوق على اليسار هنا، التردد والمعرف والمورس كود وبعض الاتجاهات. الخط المتقطع اللي زي ما تشوفونه عند الماوس اللي هو بعد مغادرتك للمدرج في حال إلغاء الهبوط، هذا يبين لك فقط كيف راح تكون طريقة إجراء المست أبروتش، وأنه بعد ما تسوي المست أبروتش راح تغادر المدرج على نفس الاتجاه وبعدها بفترة راح تلف لليمين وتروح إلى أحد المست أبروتش فيكسز اللي هي عندنا مثلا تبيكا أو رقب، هذه اللي هي نقطة عبارة عن نقطة GPS. تشوف أنه فوق على اليسار من رسمة المطار مكتوب 11757، هذه معناتها أنه المطار على ارتفاع 757 قدم من سطح البحر، والتاتش داون زون إليفيشن ارتفاع منطقة ملامسة الأرض تبعد 754 قدم عن سطح الأرض. عندنا مدارج رنوي 21 رنوي 3 ورنوي 1 وايضا رنوي 19، اضافه الى ابعاد المدارج. فعلى سبيل المثال مدرج 21 و3 طولهم 5050 قدم وعرضهم 100 قدم، ومدرج 191 طولهم 6827 قدم وعرضهم 150 قدم. اضافه الى انه في TWR هنا، هذا يقول لك مكان برج المراقبه بالنسبه للمطار عشان تكون عارف. وفي رموز غريبه مثل رمز DNA زي ما تشوفون، لو اقدر اسوي عليه علامه، الرمز هذا معناته displaced threshold بمعنى انه المدرج راح يبدا
من المنطقة هذه، واللي قبل المدرج راح يكون فقط الأسهم المؤدية إلى بداية المدرج. المنطقة هذه ما تقدر أنك تهبط فيها، ولكن تقدر أنك تستخدمها للإقلاع وللتاكسي. عندنا دائرة مكتوب فيها V اللي هي هذه، هذه معناتها فاسيز أو الإضاءات اللي هي إلى جانب المدرج وتعلمك ارتفاعك بالنسبة للمدرج، هل هو عالي أو منخفض، إضافة إلى نوع الإضاءة الموجودة على رنوي 19A4، وهذه نوع من أنواع الإضاءة. فوق دائرة سوداء زي ما نشوف هنا معناته أنه فلاشات تتحرك من الخلف إلى الأمام باتجاه المدرج عشان تساعدك أنك تتعرف على المدرج بالرؤية المنخفضة. وزي ما نشوف على اليمين مكتوب 1 minute holding pattern هنا، هذا معناته أنه قبل عبورك الكوفري أثناء اقترابك من الأبروتش، اللي هو لما تكون مثلا قاعد تطير على مقربة من النقطة كوفري، يقول لك أنه المسافة اللي عندك خلف نقطة كوفري تبعد دقيقة واحدة على سرعتك. في مجرد انك توصل الى نقطة كوفري راح تبدأ التايمر وراح تبعد على مثلا تير دروب زي ما تكلمنا في الهولدينجز قبل، على مسافة دقيقة تبعد وبعدها تبدأ الالتفاف للداخل. واذا كنت بتسوي هولد عادي فكل لج عبارة عن دقيقة، فالمسافة ما بين النقطة هذه ونقطة هذه تبعد دقيقة، كذلك النقطة هذه ونقطة هذه ايضا دقيقة. راح نلاحظ انه عند كل نقطة سواء كانت كوفري او النقاط الثانية في ارقام بداخل المربعات، هذه معناتها المسافة من النقطة اللي هي تستخدم لقياس المسافات، في الحالة هذه I-MKC. فهنا يقول لك ان نقطة زودكا تقع على 6.8 miles او 6.8 اميال من I-MKC واللي هو الجهاز اللي يمدك فيه اللوكالايزر. بالنسبة للمينيمومز لانه ما مرينا عليها بشكل مدقق اكثر في المقطع السابق، راح نتكلم كيف نقرأ المينيمومز بالضبط في الفيديو هذا. طيب راح تسوي هبوط النظام، هبوط النظام، نظام الهبوط الآلي إلى الداخل مباشرة، فيقول لك أنه أقل ارتفاع توصل له بدون ما تشوف المدرج هو 1004 قدم، ومجال الرؤية المطلوب منك أنك تقدر تشوف المدرج عليه هو 4000 قدم هوريزونتل، بمعنى مسافة أفقية للأمام، وارتفاعك اللي هو 1004 أقدام راح يعادل 250 قدم عن سطح الأرض. فالارتفاع اللي هو 1004 هذا MSL ارتفاعك عن سطح البحر، بينما 250 هو عبارة عن ارتفاعك بال AGL اللي هو ارتفاعك عن سطح الأرض وليس البحر. وإذا كان فيه سلاش بعد الارتفاع عن سطح البحر فهذا معناته أن الرقم التالي راح يكون عبارة عن RVR اللي هو Runway Visual Range، وهو المسافة الأفقية من الطائرة إلى المدرج، فبالحالة هذه لازم تكون 4000 قدم. واللي بداخل الأقواس هذا استخدامها عسكري فقط فنتجاهلها. هذه طريقة قراءة المينيمومز وتقدر أنك تطبقها على أي مينيموم ثاني. طبعا المينيمومز اللي تكلمنا عنها هذه كلها اللي فوق إذا ما كان عندك DME، لكن لو كان عندك DME زي ما نشوف هنا فتستخدم المينيمومز اللي تحت في المربع هذا. والDME هو عبارة عن Distance Measurement Equipment، هو جهاز يمكنك من انك تقيس المسافات من النقاط المختلفة. في احدى المقاطع القادمة راح نتكلم عن ايش الرموز هذه وبعض الامور اللي تكون في النوت للمطارات والاجراءات الهبوط. هذه المعلومات تغطي الجزء الثاني من قراءة لوائح الاقتراب. اتمنى المقطع افادكم وما كان مطول. اشوفكم في المقطع القادم ان شاء الله، وبالتوفيق جميعا، مع السلامة.